السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء 7 من رجب لعام 1438 للهجرة، الموافق 4 من إبريل لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. يشارك المهندس محمود هيبة عضو مجلس النواب عن حزب النور وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان في الزيارة الميدانية لوفد لجنة الزراعة إلى محافظة أسوان. وقال هبة إن وفد لجنة الزراعة التقى عددا من مزارعي محصول قصب السكر بمحافظة أسوان، وأكد نائب النور خلال زيارة وفد لجنة الزراعة بالبرلمان إلى محافظة أسوان أنه استمع إلى شكاوى مزارعي القصب وتتمثل في عدة نقاط، أهمها تسعير توريد طن القصب السكر ب620 جنيها. أعلن الدكتور محمد إسماعيل جار الله عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة البرلس عن استمرار سوق السلع الغذائية المخفضة، حيث أقيم اليوم بسوق الثلاثاء بجوار الوحدة المحلية بقرية الربع. التقى وفد من حزب النور بكفر الشيخ بصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تم في اللقاء التعارف ومناقشة عدد من مشاكل العملية على مستوى المحافظة. حضر حسن عمر عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور مؤتمر كفر الدوار الاقتصادي الأول. أعلن النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب إيقاف الحملة المكبرة اليوم الثلاثاء على أسواق وشوارع العامرية حتى تجهيز مكان مؤقت للباعة لحين الانتهاء من إنشاء السوق الرئيسي بالدائرة. عقد حزب النور بدائرة الجمرك والمنشية مناقشة مطولة حول أزمة ارتفاع الأسعار وكيفية إيجاد بدائل عملية لمحاربة الغلاء، وذلك في اجتماع مكتب الدائرة برئاسة محمد صلاح أمين الدائرة. طالبت منظمة Human Rights Watch السلطات الإسرائيلية برفع الحظر المعمم على السفر إلى غزة والخروج منها والسماح بحرية تنقل الأشخاص في الاتجاهين مع إخضاعهم لفحوص أمنية وتفتيشات جسدية فردية. وقالت المنظمة في التقرير إنه في انتظار رفع الحظر تجب إضافة موظفي حقوق الإنسان إلى فئات الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالتنقل بين غزة وإسرائيل والضفة الغربية والسفر إلى الخارج من غزة لحضور اجتماعات العمل والتدريبات والمؤتمرات وغيرها من فرص التطوير المهني بما فيها العطل وفترات الراحة. شهدت مدينة خان شيخون في ريف إدلب مجزرة مروعة راح ضحيتها 50 طفلا وامرأة في حصيلة مرجحة لأن تبلغ أضعاف هذا الرقم بعد استهدافها اليوم الثلاثاء بقذائف تحوي سلاحا كيماويا يرجح أنه السارين القاتل. أعلن قائد في فصائل المعارضة السورية المسلحة صد هجوم شنته قوات النظام والمسلحون الموالون لها على بلدة حلفاية في ريف حماة الشمالي وسط سوريا، وأصابوا نحو 42 آخرين من قوات النظام والميليشيات. وقال القائد إن الثوار قتلوا أكثر من 20 عنصرا المساندة لها أمس الأول الأحد خلال هجوم على مدينة حلفاية بريف حماة الشمالي. حجزت المحكمة العليا الإسبانية على عقارات تصل قيمتها لنحو 700 مليون يورو متصلة بقضايا غسيل أموال متهم فيها أفراد من عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد. انتقد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في أول تعليق من مسؤول رسمي في الحكومة اللبنانية على استعراض القوة الذي قام به تنظيم حزب الله الشيعي في بيروت، وقال في تغريدات على حسابه على تويتر إن استعراض حزب السلاح مدان ومرفوض جملة وتفصيلة، وهو صفعة في وجه العهد الجديد وتحد لمنطق الدولة. لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون جراء هجوم شنه مسلحون بولاية غرب كردفان السودانية، ووفقا لموقع سودان تريبيون فقد استهدف المسلحون أفرادا من قبيلة الحمر. دفعت قوات التحالف العربي في اليمن بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر استعدادا فيما يبدو لمعركة الحديدة، حيث يقع ثاني أكبر الموانئ الاقتصادية في اليمن على وقع حراك دولي وإقليمي وأممي لافت لمواجهة التداعيات الإنسانية المريعة للصراع المستمر منذ عامين. كشفت مصادر عسكرية يمنية أمس الاثنين أن خبراء من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني يتخذون من محافظة الحديدة مقرا لهم للانطلاق في عمليات زراعة الألغام البحرية. ونقلت شبكة سكاي نيوز عن مصادرها أن 12 خبيرا إيرانيا من الحرس الثوري الإيراني يتواجدون في محافظة الحديدة غربي اليمن ويتولون زراعة ألغام بحرية في البحر الأحمر. أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون الخليجي اللواء هزاع الهاجري عن تشكيل قائمة سوداء لمنع مرور المطلوبين أمنيا بين دول المجلس التعاون الخليجي.
قال مسؤول حكومي إن حركة الشباب الصومالية الإسلامية سيطرت على مدينة البور في منطقة جالمودوج المتمتعة بحكم شبه ذاتي في الصومال بعد مغادرة القوات الإثيوبية. نفت الجزائر تصريحات نسبتها وسائل إعلام إيرانية لرئيس وزرائها عبد الملك سلال مفادها أن الأخير أكد اتفاق البلدين على مواجهة الفكر التكفيري في المنطقة، وذلك خلال استقباله وزير ثقافة طهران رضا أمير صالحي الأسبوع الماضي. توفي مسلمان روهينجيان تحت التعذيب في معتقلات النظام الميانماري بعد أن اعتقل ضمن 11 شخصا من قرية لوديانغ شمالي مدينة مانغدو بولاية أراكان، أحدهما عالم دين. هدمت السلطات الهندية في منطقة جامو أكواخا تابعة للاجئين الروهينجيا المسلمين الذين فروا من ولاية أراكان بميانمار واستقروا هناك منذ عدة سنوات. أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص عن شن حملة مكبرة بمحافظة الجيزة استهدفت مستشفيات دريم بمنتجع دريم لاند والشروق ومصر الدولي. وأوضح الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص أن الحملة أسفرت عن إغلاق مستشفى دريم إداريا نظرا لما وجد من مخالفات أثناء المرور. حذر الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم من حيازة الهاتف المحمول في اللجان، موضحا أن حيازة الهاتف المحمول أصبحت جريمة وعقوبتها من 2 إلى 7 سنوات فضلا عن الغرامة المالية. استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة شؤون الوافدين تيسيرا على الطلاب العراقيين الدارسين في مصر، وذكر التقرير أن مصر تقدم للطلاب العراقيين 20 منحة ضمن منح البرنامج التنفيذي لمرحلة الدراسات العليا، و5 منح دراسية ضمن منح وزارة الخارجية لمرحلة الدراسات العليا، و15 منحة أخرى ضمن منح وزارة الخارجية للمرحلة الجامعية. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء في طرى برئاسة المستشار حسن فريد اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين زغلول عبد العزيز وعمر عبد الحفيظ في إعادة إجراءات محاكمتهما في أحداث عنف الظاهر، وكما قضت المحكمة بتغريم كل منهما 20,000 جنيه ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء ياسر صابر مدير الإدارة من ضبط بعض أصحاب مضارب الأرز الغير مرخصة بنطاق محافظات كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة بحيازة وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية الأرز لحجبه عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليه بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق بغرض تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة. وبمداهمة المضارب المتحركة عنها أسفرت عن ضبط 4 قضايا بإجمالي وزن المضبوطات 212 طن أرز شعير وأرز أبيض تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة. شنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أمس الاثنين حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، وتم خلال الحملة مداهمة مركز ببنها يديره مدير مدرسة ثانوية للبنات وتم إحالته للتحقيق. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر في درجات الحرارة ليسود غدا الأربعاء جو مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي الرجعة عند الشيعة من سلسلة عقائد الشيعة فضيلة الشيخ أحمد فريد. أصول المعاصي كلها 3 من سلسلة كتاب الفوائد، والمحاضرة 39 من سلسلة تفسير سورة الصافات فضيلة الشيخ ياسر برهامي. من الاستئذان إلى نظر الفجاءة من سلسلة كتاب الأداب من مختصر صحيح مسلم، والمحاضرة 2 من سلسلة دورة منظومة القواعد الفقهية الشيخ سعيد محمود. تعليم الرجل أمته وأهله 2 من سلسلة كتاب العلم من المنهل الروي الشيخ أحمد نصر. المجرورات 1 المجرور بالحرف من سلسلة شذور الذهب الشيخ عبد المعطي عبد الغني. درر 1 من سلسلة مقاطع مميزة الشيخ سعيد صابر. المحاضرة 45 من سلسلة تفسير سورة البقرة من تفسير السعدي الشيخ إيهاب الشريف. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي دروس من قصة نبي الله عيسى عليه السلام 2
ولادة المسيح عليه السلام، كتبه سعيد محمود، دورك لن يقوم به غيرك، كتبه أسامة شحادة، ويحذركم الله نفسه، كتبه خالد الرحيم. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي، هل من قال ذكرا معينا ورد فيه أكثر من فضل يناله كله؟ هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟ هل يجوز إعطاء زكاة المال لمن عليهم أقساط شهرية كبيرة؟ انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.